يعني احنا اليوم كمواطنين وكشعب نتحمل جزء كبير من المسؤولية، المؤسسات الحكومية والخاصة مع بعض تتحمل جزء كذلك كبير من المسؤولية، بنفس الوقت المنظمات والجهات الداعمة للتغيير المناخي والحفاظ على البيئة هذه هم لا تتحمل مسؤولية، كذلك الدول المجاورة تتحمل مسؤولية كبيرة بتغيير مناخ العراق بسبب قطع الحصص المائية بالضبط. فإحنا اليوم كشعب وكمواطنين نتحمل المسؤولية الأكبر صراحة، لأنه مو الحكومة اللي دا تجي تغير البيت 600 متر اللي بيه حديقة 100 متر ولا 50 متر وبيه حتى لو شجرة ولا شجرتين تسوي 6 بيوت و7 بيوت على نرجع انه هذا انه مش مشكله اليوم مشكله حكوميه موفرة السكن الملائم للمواطنين اضطروا باختصاص بيوتهم صح اكو شويه هيك واكو شويه جشع واكو شويه البيوت صارت بالعقارات كل ما تقل مساحتها كل ما يزيد سعرها فصارت اصرف من الناحيه الماديه لابو البيت انه هو يقطع بيته ويبيعه فالمشكله قلت لك هي مسؤوليه مشتركه على الجميع حتى يوم المواطن يتحمل هذه المسؤوليه طبعا والمواطن يتحمل المسؤوليه الاكبر بالمناسبه لانه هذا التضخم السكاني في مكان واحد واهمال الحدائق واهمال الريف اهمال المناطق الريفيه واهمال الزراعه هذا الشيء هم لدي اثر بصوره جدا كبيره.